بدأت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا اليوم اجتماعات المجلس التنفيذي لوزراء خارجية الاتحاد الإفريقي في دورته العادية 40، ومن المنتظر أن يترأس وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة وفد المغرب في الاجتماعات التي تأتي تمهيدا للقمة الإفريقية 35 التي تعقد يومي السبت والأحد المقبلين، والتي يتسلم خلالها الرئيس السنغالي ماكي سال رئاسة الدورة الحالية للاتحاد الإفريقي لعام 2022 عن دول غرب القارة. وتتناول الاجتماعات التي تستمر على مدى يومين عددا من الملفات السياسية ذات الصلة بالأمن في القارة الإفريقية، وفي مقدمتها الوضع في غينيا بيساو، حسب ما أكد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي بأن المفوضية عاشت ليلة عصيبة بسبب محاولة الانقلاب في غينيا بيساو.